نيكست رح اقول كل واحد شو لازم يعمل. محمد بعد لي شوي عن اغاني شوي تنسمع صوتك انه شوي اكثر. اوكي والاشياء الواطي وقت توطى عرف كيف تصيبها، يعني بتعاطى مع الاغنيه بجديه، مش انه هاي ليل هلا طب اعملها مزبوط يعملها يا معملها. اوكي وجرب احفظ الاغاني اذا هالمقطع ونسيته جملتين. اوكي اكثر كون يعني اكثر كون خلاق اكثر. اوكي محمد اليوم منيح مغنى قطعة صعبة ومنيحة وكسبت. قلت لك شو رأيي بدها شوية نيوانسات أكتر، نيوانس يعني مسميه بالعربي إنه شوية بدها داينامكس، يعني مرات بيانو مرات دابل بيانيسيمو مرات ميزو بيانو مرات فورتيسيمو مرات فورتي مرات ميزو، كل لحظة شيء بدها يعني شوية مغنى أحلى، ما تضلش هيك كل الوقت جامدة. أوكي منيح رحمة اتفقنا. شو عندك ملاحظة قال لك اياها؟ هو منيح لقطة لقطة لغيرك هون وحدك لازم تعرف شو كنت انا عم اقول لك من 10 اسابيع انه قدرت انه تقتنعي انه الصوت لازم يطلع على برا، صار خلص لازم يبين اكثر. بعدين مثل ما قلنا شو ما يصير نحن خلص نمشي. اوكي استراك لكم. اوكي مش لحدا تاني تمشي وما حتى ما تتأثروا بالمحيط شو عم بيصير حولك، ركز على حالي وبغني صح و... اوكي كون وحشة على المسرح وبغني احسن برجع بشد لقدام. رجعت اليوم اشطتي انا بالنسبة لي صوتا لازم تشدي ترجعي. اوكي اسمع شوية اكتر هيك فرح بعد شوية بدايات مش منيحة، البدايات دايما مش منيحة لانه المغنى موجود يعني سهل عندك. طاهرة كمان اوكي اي ساعة بتتكبي صوتك لبرا القطيع لحتى ما يطلع فج كتير انه هيك، وغني افتحي تمك تمرنوا على الايه بليز انت وانت وانت ومين الشباب انت نصيف الايات اللي عندك كل ايه والهو يعني الفويال او النوانين وكل هودي الغنى يعني كل الاحرف تمرنون يكونوا منيح ما تتفشون تضربون ضربة بيانو قبل ما يطلعوا لا تصيبوا مزبوط لا تسلطنوا عليها، وهذا أصعب شيء اللي بيقدر يعملها يعني. أكتر طاهرة غني سأب أنت إن إيه السأب اللي بتغني فيها هون لبرا؟ لا لازم خالص وبعدين خالص اتفقنا صرت أعطي ألف ملاحظة على قصة الفيزاج. أوكي سلطان شوي تركيز أكتر على الأغاني لو عندك غنية عطينيك ملاحظة نسيتهم شو بدك؟ طيب أوكي وزينة منيح بس الإي دايما منحيهم عم بيكون لجوا كتير والفيبراتو الغالبة تخففيه شوي تعطيه فيبراتو شرق أكتر. أوكي نصيف نشتغل على التانج ونشتغل على أنه نسمع مزبوط أنه عم يعلى. أوكي نضرب أقل مع شوية ميزو بيانو بعدين نعطي الفورتي لحتى ننسي ما نشد على العضلات. اوكي وحل الغنية مزبوط عم تغني المغنى عندك من حيث الفكرة تبعك منيح بس تنفيذه ليكون نظيف. اوكي مش كل شيء بتحسبه سألته لليوم لنصيف كيف حسيت؟ قال لي انا حسيت منيح سمعت حالك اليوم. لا انا هو المشكلة عم ننغدر بين هون والمسرح هاي. اوكي رامي مثل اتفقنا ما تفكر بالهيك غني حالك. اوكي هو تغني حالك احسن لتحت قلت لك شو بتعمل بتضيق صوتك لتطلع النوتات والانتبه لي على اللفظ منيح. اوكي شكري غني عربي نفس الكلام بتاع كل مره غني مش كله انجليزي غني عربي طلب بدك تغني عربي اشياء. اوكي واذا نسينا ما بحياتنا بنعمل لنا عنه بدريه انه غنيتك مش سهله ابدا انت كمان غنيتك مش سهله غنيتك مش سهله وغنيتيها ومقطع الثاني منيح الستيج انا بحبه تبعك الوقفه على الستيج تبعك منيحه اكسبت اليوم ما برضاش انا واحد يكون هالقد بيركز وبيغني عنده ثقه بحاله وعنده اكثر واحد بحس حلو انه مرتاح بالمغنى وبيحب يغني وبيضحك فجاه بلاقيه مش مسلطن اول شيء اول قطعه. اوكي اشتغلوا منيح كلكم كلكم فيكم تقدموا كثير. كيف وقفتنا على المسرح؟ كيف صار؟ لا صفاء الفوتي ستيج لا لا انت ماشي حالك كنت بقول لك اياهم كنت بوقف لك على كل شغله استاذ عملت حتى لا غلطك اول شيء تذكرها قد 4-5 مرات رايمات عيونك وين يروحوا بالرقصة ما عادش هم موجودين. ها
كنت موافق على كل شيء، ما عندي مشكله بهو، بس الغلطه انت هستارت منها، ما عليك شيء مش متصوره، طلع على شعرك صار بيضحك بالنسبه للناس انه مهضوم. راح التركيز للغنيه، صار الناس انه عم يتفرجوا على شو صار. الشغله الثانيه هي قصه اذا ريش بتمك كمان، يعني احلى طريقه هي خي وصال تابلويتي انا شو فيه، سال عن كل شيء تتعرف وتتحس حالك مرتاح. قلنا بالتأم نحس حالنا مرتاحين، مش انا بتضايق بالتأم او انت بتضايق بالتأم، بكل شيء بتحسه مرتاح. ما كنت عظيم، بس اسال انا كيف بمشي وين بروح، برملي برمي سلطان هيك انا وانت وعينيك وسما طلعت مفركش اخر شيء، لانه كان لازم يتمرن، لا لازم يتمرن، لا وانا محلك بجيب شكري قبالي يقول لي اذا قام شيء رئيس يقول لك كيف تنزل النزله تطلع مزبوطة. اوكي ايه طب ممكن في اي كومنت ثاني غير غني عربي؟ تغني عربي؟ لا بدنا نشوف اكثر، تنشوف اكثر العربي. قلت لك شو مشكلتك؟ اللفظ طبعا لازم يكون شوي تسميعي، الواحد بسمع عادي وبده مغنى اكثر، بس ات واز جود انك لقيت الفكره انك تغني هاي الفكره، بس انها اكثر. اوكي انا يعني مش الماني، مش المانيه مثل العاده، غيرت لا لا انا بقول لك عن شيء المانيه شيء ثاني، الوقفه كثير عندك بسمة حلوة وثقة فظيعة وحركة إيدين إحساس تمام. واحد ما عندي مشكلة بهو النقط، عندي نقط إنه وقت لك ألمانية ألمانية إنه بدل لا هلا منيح ماشي، بس مش مقبول النشاز اليوم إنه يطلع عند الكل اليوم. أوكي عن جد عند الكل اليوم زايدة، يعني أنت لقطة بقدر أقدر أن قطعتك صعبة، بقدر أقدر قطعته صعبة ورمضان قطعته صعبة اليوم، إنه بقدر أفهم كل واحد بيكون عم بغني صعب بقدر له إياهم، تأكدوا كل واحد. وانتم كمان عطونا مقاطع صعبة، بس مرات في اغاني انت كان بدها كاركتر اكثر واسمى كمان، بعدين اسمع عم تسمع البايت تبعك تسميع عم بيكون انه ايه دون حياه. اه كنت خايفه برشا معلش شيء صبا ايه شو بالنسبه لمحمود عشان يغني عربي حضرتك ممكن برضو تساعده في الستايل اللي ممكن يليق عليه؟ شو معروض عليك تغني شكري هلا؟ اسبوع ده؟ لا اكيد مش صابر رباعي. ما في كان صابر رباعي. بدك صابر رباعي، صابر رباعي غني معه ناس بغنوا. لا ليش وايري؟ جو رحباني كثير. كثير حلوة. كثير جميلة. الو كلام من شعر وغسان فضل عم غنيها. ايه كثير اصلا قايلين من المدرسة الرحبانية يعني معروف. الاسبوع ده الاغاني العربي لما ما جبتيش فرصة. نعم. الاغاني العربي الاسبوع ده لسه ما جبتيش فرصة. غنوا بعنفوان. ما جاتليش فرصة اقعد معاهم في الاغاني العربي الاسبوع ده عشان كنت بعمل حاجات للدلجة يعني از ديليجيشن از ديليجيت يعني، فما لحقتش اقعد معاهم ما عرفتش اغاني بالظبط ايه، بس عارف ان هو الضيف صابر الرباعي. لا صابر الرباعي يعني غنوا مع صابر غنوا يغنوا يعرفوا يغنوا طيبين يعني بس وغير من هيك يعني. وغير كده في ناري نارين باين. ومين في ثاني؟ حسن المغربي. حسن المغربي اه ما بعرف، بعرف غنية يمكن انا مش كنت بعرفها. بس بليز انتبهوا انتبهوا على المغنى، حللوا المغنى، عم تحفظوا غلط، فهمكم كفاية، عم تحفظوا غلط الميلودي قبل، مش عم تحل، عم تغنوا كانوا شيء بتعرفوه، إذا ما بتعرفوا حللون على البيانو، حللون مع أستاذ خليل. احنا ما بنعرف موسيقى. طيب ما مش مشكلة، بس اطلبوا من أستاذ خليل حللكم، بليز، أوكي؟ ما نغني منيح جمعة الجاية، يلا شوف. نصيف إذا غنيت انتبهوا يا أهل الأرض خليكم لقطين العنفوان تبعكم لأنه بتجركم أنه تعملوا تصير تشدوا كتير. مين عم بغنيها ممكن أنت هو؟ سمعت سمعت علينا بس محطوطة أوكي أستاذ خليل بيعطينا كل أغنية الكاركتر تعالي عالي عليك شوي كذا وحدة عالي عليك شو حلوة باريتون ايه بس انتبه غسان طريقة من الناس الباريتون بيعلوا كتير قليل يعني انا بخلي اذا بدي اقول بدي اوطيها شوي التنورات بينزعجوا غنوا لان القطع اللي انا عملوا اياهم يعني ايه اذا بدي اقول محمد رح احط لي اياها نص اذا بدي اقول انا رح احط لي اياها نوت طيب بدهم بليز وقال لي نعم عنا مدلي سبوحه بدي اوطيها نص هلا انا مرتاح فيها بس قال لي اذا بدي وانت غنيت غني ما عنديش مشكله فيها قوي غنى هيك ما يقولوا انت سمعيهم صوتك بس تعمل الميكرو مرات ايه احلى تمرين لك ولفظك بيعطيك بعد لللفظ اكثر بيعطيك بروجيكسيون ها يصير في عرض للصوت اكثر انت كمان اه صغير بس بتنونه اوكي هلا يا اهل الارض اذا اي حدا فينا بغنيها يعني هلا الواحد
كيف يعني ايش احسن اسلوب الواحد يغني فيها؟ يعني كيف بدي احكي؟ اول شيء كانك عم توعظ ناس او عم كانك عم تحكي يا اهل الارض وانتم التراب وسانا لا 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 دائما تضربون عم معكم خبره بعد اذا ضبطون قاسين بيطلعوا اعلى لا 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 بكره بقول لكم رح تعملوها هيك لا 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 احلى ما تعملوها هيك لا 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 اذا شديتوا عليها بتطلع عالي لا اوعى تعملوها لا هيك لا دائما مع شويه